طيب فزي ما بقول عشان يبقى ال الكوتشيدير ده ريلايبل المفروض القيمه بتاعه كرومباخ الفا اللي احنا بنحسبها تبقى اتليست 0.6 تمام. وهي متقسمه بقى من 0.6 لغايه 0.8 نقدر نقول ان هو ده جود ريلايبل يعني الريلايبلتي بتاعته تبقى جود. من 0.8 لغايه 0.9 تقدر تقول فيري جود واكثر من 0.9 بيبقى اكسلنت سكيل يعني. دي بعض التقسيمات اللي بعض الكتب عاملاها تمام. طيب زي ما قلت ان الاسئله اللي احنا عندنا 26 دول اللي هم بيقيسوا الدايمنشنز او الفاكتورز بتاعه الموديل اللي هي عاملاه. هي عامله موديل تمام عشان في الاخر بتقول ايه اللي بيخلي الناس تستخدم الاوبر او كريم دول. وهي حاطه مجموعه من الفاريبلز منها مثلا السيفتي منها كذا منها كذا الحاجات دي كلها. فكل فاريبل مثلا السيفتي ده هتلاقيه بيقيسوا عدد من الاسئله. فاريبل تاني تلاقيه عدد من الاسئله. فالمفروض الاسئله اللي جوه كل دايمنشن بحسب لها كرومباخ الفا بتاعها. مثلا افرض السيفتي دي بيقيسها 10 اسئله من الكوتشينير تمام. فانا باخد ال 10 اسئله دول وبطبع عليها كرومباخ الفا بيطلع لي الرقم. طلع الرقم اقل من ال 0.6 هو بقى بيبدا يحسب لك ايه؟ بيحسب لك كرومباخ الفا لو اي ايتم من ال 10 دول عملت له ديليت او غيرت فيه الاستيتمنت بتاعته تمام. فمثلا انا ببدا ادور على الايتم اللي هو لو اتلغى السؤال لو اتلغى من الكوتشينير يرفع لي بقى كرومباخ الفا اكتر من الايه من ال 0.6 اللي انا ايه اللي انا عايزه تمام. نفترض ما لقيتش لقيت ان مثلا ايه انت اما حسبت الريلايبيليتي طلعت مثلا 0.5 وانت عايزها تبقى 4.6 والجدول اللي هو عمله لك ده اللي هي قيمه كرومباخ الفا اف ايتم ديليتد لقيت اكتر حاجه هتعليها هتوصلك لمثلا 5.8 لسه ما وصلناش 0.6. فانت في هذه الحاله هتروح تحذف الايتم ده من الاسئله تشيل تمام. يبقى اصبح ال 10 اسئله دلوقتي بقوا كام؟ بقوا 9 وارجع اعيد احسب كرومباخ الفا مره ثانيه هتلاقيها بقت كام؟ بقت 5.8 اللي هو قال لك عليها. وهيبدا يحسب لك لو في حاجه من الايتمز ثانيه تتلغى تمام الكرومباخ الفا هتبقى كام؟ لقينا واحد ثاني هيرفعها لي يخليها لي 5.9 اشيله واعيد حساباتها مره ثانيه تمام. لقيتها وصلت 5.9 اعمل كمان مره هتبص تلاقي مثلا في ايتم هيرفعها لك ل 0.7 ولا حاجه هتشيله. يبقى ده في الاخر السبعه ثمانيه اسئله دول هم دول اللي انا هرسى عليهم ان هم بيقيسوا الفاريبل ده. وهكذا بيتعمل الكلام ده لكل فاريبل لكل اسئله بتقيس فاريبل على حده تمام لغايه ما اوصل في الاخر لان كل الدايمنشنز بقى دي او بنسميها فاكتورز انها تبقى ايه؟ تبقى ريلايبل. بعد ما خلصنا الكلام ده المفروض ان انا بحسب الاوفر اول ريلايبيليتي بتاعت الكوتشينير ان انا باخد بقى الاسئله كلها مره واحده مش بتاعت كل فاريبل مره واحده. المفروض برضو ان هي تطلع اكتر من ال 0.6 ما طلعتش ابدا اشوف انهي سؤال بقى اتشال من الكوتشينير ككل لغايه ما اوصل للقيمه المطلوبه. بالتالي اتعمل الكلام ده في سيناريوز لغايه ما في الاخر بترسى على الكوتشينير المطلوب. طب هل الكلام ده بعمله امتى؟ بنعمله دايما على حاجه اسمها بايلوت ستادي. يعني انت دايما لما تيجي تعمل دراسه بالذات لما بتجمع الداتا من الكوتشينير بنعمل بايلوت ستادي. البايلوت ستادي دي بتبقى عباره عن ايه؟ انك انت بتوزع كوتشينيرز على عدد ما يقلش عن ال 30. يعني دايما المينيمم سامبل سايز بتاعت البايلوت ستادي بتبقى 30. جمعنا 30 35 ببدا اطبع عليها الكلام ده لغايه مرسي على الاسئله. في الاخر مثلا هنا هنحذف خمس اسئله نحذف الخمس اسئله وابدا اوزع بقى بقيه الكوتشينير بعد الايه؟ بعد الحذف بتاع الداتا. دي دايما خطوه كده بتتم وانت بتعمل دراسه هتجمع الداتا بيها من خلال الكوتشينير. فهمنا القصه دي؟ طيب دي بالنسبه للريلايبيلتي. امال الفاليديتي بقى ايه؟ الفاليديتي ان هو بيقيس هل فعلا الاسئله دي بتقيس الفاريبل ده ولا لا؟ فبنعمل الكلام ده بطريقتين. يا اما بنستخدم الكورليشن اناليسيس اللي احنا استخدمناه قبل كده. بستخدمه ازاي؟ انا عندي دلوقتي في فاريبل بيقيسوا 10 عبارات او 10 اسئله في الكوتشينير. فببدا احسب الكورليشن ما بين كل ايتم او كل سؤال في الكوتشينير مع الفاريبل ده. طب الفاريبل اصلا بيتجاب ازاي؟ الفاريبل ده لما نيجي نحسب الفاريبل هو مجموع الاجابات بتاعت الاسئله اللي بتقيسه. تمام؟ يعني لو فاريبل بيقيسوا 10 اسئله بجمع اخلي الاسم الاساسي يحسب لي مجموع ال 10 اسئله دول، ومجموع ال 10 اسئله دول هديهم اسم بنفس اسم الايه؟ الفاريبل اللي هم بيقيسوه. وهكذا الفاريبل الثاني بيقيسوا خمس اسئله في الكوتشينير هجمع اجابات الخمس اسئله دي واديهم اسم باسم الايه؟ الفاريبل. ببدا احسب بقى الكورليشن ما بين ايه؟
ما بين كل ايتم او كل سؤال مع الفاريبل اللي بيقيسه. المفروض لو كان فعلا السؤال ده بيقيس الفاريبل ده المفروض الكوريليشن بتاعي يطلع سيجنيفيكانت. سيجنيفيكانت يعني لازم السيجنيفيكانس ليفل يبقى اقل من 5%. تمام. لو انا لقيت في ايتم مش سيجنيفيكانت يبقى لازم ايه يتحذف، لازم احذفه من الاسئله، بحيث ان في الاخر الاسئله اللي انا هرسي عليها في الكوشنير لازم يكون علاقتها بالفاريبلز اللي بتقيسه كلها تبقى سيجنيفيكانت. بعد اعمل الكلام ده لغايه ما اظبط الكوشنير بتاعي، وده كل ده بيتم على البايلوت ستادي قبل ما اوزع العدد بقى الاجمالي. ان طبعا ساعات بقى ناس اللي مش فاهمه كده بيروح يوزع السامبل كلها ويجمع الداتا بيجي في الاخر يعمل لا الدنيا بايظه يحتاج يا اما بيعيد بقى الداتا من جديد يا اما. بس طبعا اما تيجي تروح للناس اللي ما قالت لك قبل كده تقول لهم لي تاني، فطبعا لو ما ضربكش يبقى كويس يعني. اوكي. ففي هذه الحاله لازم الكلام ده يا جماعه يتم على البايلوت ستار. يعني كل الناس اللي انا بشف عليها في الدكتوراه او في الماجستير لازم اخليهم يعمل الشغل بالمراحل اللي بقول لكم عليه ده عشان في الاخر شغله يبقى مظبوط، ما يجيش بقى حد في المناقشه ايه ينتقد له الشغل ويخليه يعيده من تاني. اوكي. فدايما بنعمل المرحلتين دول، بس زي ما قلت لازم تعملها على بايلوت ستادي، لازم تعملها على البايلوت ستادي. تمام. بعد كده خلاص رسينا تمام ان هو ده الكوتشنير الريلايبل وفاليد. تمام. نبدا بقى نوزع. احنا بقى عاملين سامبل سايز مثلا 400 500 هنوزع بالعدد اللي المطلوب واكتر طبعا، لان دايما الريسبونس ريت مش مظبوط يعني مش 100%. يعني بمعنى ايه؟ يعني مثلا الطالبه اللي انا وزعت لها الكوتشير بتاع ده هو المفروض وفقا للجدول بتاع السامبل سايز عدد البوبليشن المفروض اكتر من مليون، فده بنسميه يعني لارج بوبليشنز. فدايما في حاله اللارج بوبليشنز اللي هي مليون فيما فوق المينيمم سامبل سايز بتاعتك 384. يعني ما تقللش السامبل النهائيه بقى اللي انت هتعملها الاناليسيس بتاعك عن 384، دي محسوبه وفقا لمعادله كده بتحسب السامبل سايز عند اكيورسي 95%. تمام. يعني لو انت عايز ترفع الاكيورسي اكتر من كده هتلاقي السامبل سايز بتنط نطه رهيبه. يعني انت لو البوبليشن فوق المليون وخدت 384 زي ما قلنا الكونفنس بتاعتك بتبقى 95%. لو انت عايز ترفع الكونفنس ل 99% هتلاقي 384 دول يبقوا 384,000، فبتبقى نطه جامده قوي. من فاحنا عشان كده بنكتفي دايما ان احنا بنحسب السامبل سايز عند كونفنس انترفال 95%، يعني البروبابيلتي ان يبقى في ايرور 5%، فدي مش كتيره بنشتغل عليها في السامبل سايز. فانت لو بصيت على الجدول ده اعتقد انا اعطيت لكم الجدول ده من ضمن الماتيريالز اللي اعطيتكم، هتلاقي فيه كولوم كده اسمه البوبليشن سايز وكولوم تاني اسمه السامبل سايز. فانت بتشوف حجم البوبليشن بتاعك قد ايه وبناء عليه بتختار السامبل. لو مش عندكم هديه لكم يعني. تمام. ادي هو موجود عندي في الفولدر اهو. تمام. ده المفروض الفولدر اللي انا هعطيه لكم. اه لا شكله مفهوش. طيب ادي هجيبه لكم انا اللي الفولدر اللي انا بديه بتوع الام بي اي اهو. ده السامبل سايز تيبل اهو. ده محسوب زي ما قلت بالايكويجن بتاعت السامبل سايز عند اكيورسي 95%. المفروض الكولوم الاولاني ال N ده البوبليشن سايز وال S ده السامبل سايز. بص كده لو حجم البوبليشن كان 10 يبقى السامبل هتبقى 10 هتاخدهم كلهم. تمام. لو 15 يبقى 14 بالتالي برضه بناخدهم كلهم ما جاتش على الواحد اللي ناقص. يعني دايما في حاله لو حجم البوبليشن بيبقى صغير لازم نعمل حصر شامل للبوبليشن. اول ما البوبليشن بقى يبدا يكبر ابدا اختار سامبل. يعني تعالى بص على الكولوم الناحيه الثانيه، لو حجم البوبليشن 1200 يبقى المينيمم ده المينيمم سامبل سايز لازم تتخطى العدد ده. يعني ما حبكتش بقى 291 يعني 291 لا خليهم 300 خليهم 320. يعني دايما ايه ده المينيمم اللي انت هتشتغل عليه. تمام. طيب ادي يبقى في حاله 1200 المينيمم سامبل سايز 191. انزل بقى كده لغايه اخر الكولوم. بص في حاله ال 75000 لو البوبليشن حجمه 75000 المينيمم سامبل سايز 384. بص بقى البوبليشن لو بقى مليون بقى الحجم قد ايه؟ 384. شوف الفرق من 75000 للمليون قد ايه؟ السامبل سايز فرق ايه؟ 2 بس. فعشان كده لو البوبليشن بقى زاد عن المليون مهما يزيد هتلاقي الفروقات ايه؟ بتبدا خفيفه.
عشان كده قال لك دايما ان في حاله اللارج بوبليشنز اللي هي اكتر من مليون تمام المينيمم سامبل سايز بتاعتك 384 اللي هي اخر ايه رو عندنا تحت. فانت في كل البوبليشنز اللي هي انليميتد اللي عددها كبيره بتعمل دراسه عن المدخنين في مصر ملايين يبقى المينيمم سامبل سايز بتاعتك 384. مع الاخذ في الاعتبار ان كل ما بتكبر السامبل سايز كل ما بيبقى افضل، لكن مش لازم تكبرها قوي يعني. يعني مثلا الطالبه اللي شغاله معايا دي قلت لك دي ب 500 يعني عايزين 500 بس ال 500 دول اللي هم يبقوا كوتشينيرز كامله مليانه ما فيهاش اي مشاكل لو في ريفرس كويشنز ومتجاوبه صح القصص دي كلها. يعني لازم كل ده برضو ايه بنبص عليه. عشان كده دايما نوزع كتير، نوزع 700 800 عشان يترد لك في الاخر ال 500 الصح اللي انت شغال عليهم. هنوزع 700 800. ال 700 800 دول لازم افلترهم، ابدا ابص في ناس مش بتجاوب اسئله. ساعات دايما يفضل في الكوتشنير تحط ريفرس كويشنز كده عشان تشوف الناس قرت ولا لا. تمام، الريفرس كويشنز انك انت بترجع تساله نفس السؤال بس بطريقه عكسيه، بحيث لو هو جاوب هناك يس يبقى هنا نو، لو حط هناك 1 يبقى المفروض يجاوب 5. تمام، يعني كان مثلا بسالك ايه انت بتروح الشغل كل يوم بدري؟ بتقول اه مظبوط. تيجي اسالك انت ما بتروحش الشغل بدري؟ هيقول اه برضه. لو هو ما بيقراش مش هياخد باله من الايه من القصه دي، لو هو بيقرا طبعا هياخد باله من الايه. فدي دايما بيفضل في كوتشينير احط بعض الايه سؤالين ثلاثه كده كريفرس كويشنز منهم بس عشان اتاكد هي الناس قرت ولا ما قرتش. فكل اللي جاوب الريفرس كويشن غلط حتى لو بقيه الكوتشينير كله مظبوط بيستبعد. تمام، كل اللي بيسيب سؤال حتى يستبعد. لغايه في الاخر هنرسي بقى على الايه من ال 700 ولا 800 اللي انا جمعتهم على العدد اللي بيمثل اكتر من الحد الادنى اللي انا عايزه. فدي دايما تمشي. ما امتى لو انت عندك كتير اوكي هنستبعد كل ما فيه ميسنج، لكن افرض ما فيش بقى، افرض انت يا دوبك بالميسنج ده وصلت للمينيمم سامبل سايز، يبقى انا في هذه الحاله الكوتشنيرز اللي فيها ميسنج هدخلها وهعمل استيميشن للميسنجز في للميسنج فاليوز في الاس بي اس طرق لحساب الايه الميسنج فاليوز. هو بيحسبها في الطرق اللي هي موجوده مثلا على سبيل المثال ان هو ممكن يحسب الميديان بتاع النقط الاجابات اللي حواليه. تمام، يعني انت مثلا انا اتفقنا كل كوتشنير هتنزله في رو في الاس بي اس. افرض الكوتشنير العاشر اللي هو الرو العاشر في السؤال الخامس ما جاوبش حاجه فساب، يبقى انا في هذه الحاله اما يجي الاس بي اس هيعمل ايه؟ يا اما بيحسب الميديان بتاع الخمس اجابات اللي حواليه، خمس انفار حواليه جاوبوا ايه في السؤال ده ويحط الميديان بتاعهم، يرتب الاجابات، ده جاوب اثنين، ده جاوب ثلاثه، ده جاوب خمسه، يرتبهم ترتيب تصاعدي ويختار القيمه اللي ايه؟ اللي في النص. تمام؟ او ان هو ساعات بيعمل لها زي ريجريشن موديل ويعمل لها فوركاستنج. تمام؟ يعني يعمل ريجريشن اناليسيس كده، تمام؟ ويبدا يعمل لها فوركاستنج. هو كل ده بيعمل اوتوماتيك، هو بس انت بتختار له الطريقه اللي هو يعمل بيها استيميشن للمسنج وهو بيروح يعمل لها استيميشن. بنرجع للكلام ده امتى؟ لو في الاخر السامبل مش كافيه. تمام، يعني هي المسنج اللي هنستبعده ده مش هنرميه، هنركنه على جنب. لقينا والله تخطينا المينيمم سامبل سايز بعدد معقول خلاص كل ما هو في مسنج مش عايزينه، لكن لقينا لسه يبقى انت في هذه الحاله هتبدا تاخد من الايه من الحاجات اللي هي فيها مسنج. تمام، ليه؟ ان كمان حتى بعد ما ال 500 دول بعد ما فلترنا ولقيناهم ال 700 رسوا على 500 اللي هم ما فيهمش ميسنج ما فيهمش كل حاجه، ببدا كده المفروض ان انا بشوف الاكستريمز والاوتلايرز الموجوده في الاجابات وابدا استبعد. فانت كمان حتى بعد ما بتدخل ال 500 كوتشنير دول ممكن نستبعد بينهم 10 ولا 20 واحد كمان. اوكي، الاجابات اللي هي الاكستريمز الاوتلايرز، واحد مجاوب كله خمسات، واحد مجاوب كله واحد. تمام، فدي بتبقى اكستريمز اوتلايرز. فطبعا في طرق لاكتشاف الاكستريمز الاوتلايرز برضه بننفذها، وفي الاخر افلتر يبقى انا رسيت في الاخر على 420 450 هم دول اللي فيهم الخلاصه بتاعتي، هم دول اللي انا بناء عليهم هبدا اعمل الاناليسيز وهم دول اللي بناء عليهم هبدا اخد قرارات. فهمنا كده الفكره دي؟ الارقام اللي هنا دي هي كوتشنير كويسه او كامله؟ اه، ده المينيمم سامبل سايز اللي هي الكوتشنير الفاليد الرلايبل اللي ما فيهاش اخطاء الكامله، هم ده البين. فعشان كده لازم ايه زي ما قلت لك نوزع ياما. انت عايز 500 قلت لك توزع 800. الريسبونس ريت ال 800 دول اللي هيرجع منهم مثلا 650، ما في ناس تاخد كوتشنير وما تملاهوش،
يعني مثلا اعطيته لكم المره اللي فاتت قلت لكم ايه املوها طول المره الجايه نصكم مش هيملاها عشان كده ايه خليتكم تملوه انتوا قاعدين تمام. ده اللي بيحصل ساعات رحت لحد يقول لك طب سيبوا لي ايه وعد عليها بكره انسى بقى مش هتاخد خلاص كده. فدايما الريسبونس ريت ما يبقاش كتير يعني. فعشان كده لازم بقى نلتزم بالرولز اللي انا بقول لكم عليها دي طول ما انت بتتعامل مع الكوتشنير. ساعات برضو يفضل انك انت قبل ما تعمل كوتشنير تعمل انترفيوز او فوكس جروب تمام. الانترفيوز والفوكس جروب بتفيدنا في حاجتين يعني ده دايما نعمله قبل الكوتشنير. دايما قبل الكوتشنير بنعمل زي انترفيو فوكس جروب. الانترفيوز برضو ليها انواع يا اما ستراكشرد يا اما ان ستراكشرد يا اما سيمي ستراكشرد. الان ستراكشرد انترفيو اللي هي انت بتروح ومش مجهز زي اسئله خالص تمام. تقعد معاه تتكلم معاه شويه النقط هتفتح بعضها وخلاص على كده. دي بنسميها ان ستراكشرد انترفيو. الستراكشرد لا انت رايح باسئله معينه كاتبها في ورقه هتسالها له وهتمشي خلاص دي ستراكشر. السيمي ستراكشرد اللي هي جامعه ما بين الاثنين بقى انت مجهز شويه اسئله وسايب برضو الحوار يفتح موضوعات تانية تمام. لكن الاستراكشر لو هو فتح منك في حته تانية هترجعه تاني ليه للتراك اللي انت رايح. لكن في السيمي استراكشر لا بتسيبه بايه يلف حوالين الموضوع ما فيش مشكله. لكن انت في الاخر الاسئله اللي انت رايح مجهزها هيجاوب لك عليها زائد الموضوعات بقى انت نصيبك زي ما يتفتح لا يتفرق بقى من واحد ايه من واحد للتاني. فده المفروض برضو بيتعمل. ميزه الانترفيو بتساعدني في حاجتين. بتساعدك وانت بتعمل ديزاين للكوتشنير لان الانترفيو دي هتفتح لك موضوعات واسئله تبدا تحطها في الايه في الكوتشنير. انت مثلا من قراءاتك في الليتريتشر ريفيو قدرت تحدد ايه الفاريبلز اللي بتاثر في القصه دي. لكن ممكن الكوتشنيرز والفوكس جروب يفتحوا لك فاريبلز جديده الناس ما خدهاش في الاعتبار لان طبعا البيئه بتختلف من مكان لمكان. ممكن في فاريبل عندنا هنا بتاثر في حاجه معينه مش بتاثر في امريكا مثلا او في اي دوله من الدول الاخرى انسان. فعشان كده ميزه الانترفيو دي ان هي بتساعدني عشان اعمل ديزاين للكوتشنير. الفوكس جروب هي نفس الفكره بتاعه الانترفيو لكن بتبقى مع مجموعه من الايه الاشخاص ات ذا سيم تايم. دايما بيفضل العدد يبقى من 6 الى 10 من 6 نفر ل 10 نفر. بتعملوا مع قاعده زي ميتنج والريسيرش اللي هو المودريتور بتاع القعده دي بيبدا يديهم فكره عن الموضوع اللي هو بيعمل فيه ويبدا يطرح اسئله. بس هو مجرد طرح اول سؤال النقاش بقى مع الناس مع بعضها ده هيقول فكره ده هيقول فكره وطبعا الكلام ده المفروض بيتسجل تمام. وطبعا لازم ياخد اذن الناس ان هو هيسجل الاجابات بتاعتهم دي لغرض البحث العلمي يعني. ده كلام لازم ايه متفق عليه من البدايه. وبعدين بيبدا يفرغ الكلام ده برضه زي ما قلت لك هيساعده يفتح له موضوعات جديده. ده الغرض الاولاني من الانترفيو والفوكس جروب. في غرض ثاني من الانترفيو والفوكس جروب ان انا بعمل عليها كواليتاتيف اناليسيس تمام. ان انا بعمل لها بقى هي اناليسيس وفي طبعا سوفت ويرز زي الان فيفو. الان فيفو ده بيعمل كواليتاتيف اناليسيس ليه الانترفيوز والفوكس جروب والكلام ده كله. بتدي له السيناريوز والحوارات اللي تمت وهو بيبدا يحللها لك بطريقه معينه. انا ما بحبش الشغل الكواليتاتيف دي مش سكتي لكن في سوفت ويرز بيعمل القصص دي. انا دايما بفضل الكوانتيتيف اناليسيس وبفضل الناس تعمل الانترفيو وتعمل الفوكس جروب عشان يساعدها في بناء الكوتشنير بس ودورها كده انت من غير ما اعمل لها اي اناليسيس يعني من غير ما اعمل لها اي اناليسيس. لكن في ناس بيبقى طبيعه الرساله بتاعتها او البحث بتاعها ان هو كواليتيف. ففي هذه الحاله بقى هيجمع الداتا مش هيعمل بقى كوتشنير هيبقى كل الداتا بتاعته هيجمعها من الانترفيو ومن الفوكس جروب وبيبدا يعمل لها اناليسيس. تخش بقى على السوفت وير ده اللي هو الان فيفو اللي بقول لكم عليه ده وبيبدا يعمل الكواليتيف اناليسيس يعني. الاس اس اس في منه الاس اس اس على فكره دي فاميلي اوف سوفت ويرز ده منهم واحد اللي احنا شغالين عليه ده. لكن هو في كذا حاجه من ضمنهم في حاجات بتعمل الكواليتيف اناليسيس لكن انا عمري طبعا ما استخدمتها ان انا اصلا مش بحب الكواليتيف اناليسيس ما بحبش اعرف فيها ولا حتى ايه ولا بدرسها يعني. انا بدرس ريسيرش ميثودولوجي لطلبه الدكتوراه يبقى كل تركيزي على الكوانتيتيف. اللي عايز بقى كواليتيتيف بديله كتاب خد اقرا بقى انت ايه واشتغل فيه بقى مع نفسك وشوف لك مشرف غيري. فده بالنسبه للتجميع الداتا والقصص دي كلها.
خلاص جمعنا الداتا زي ما اتفقنا، ببدا ادخل بقى الكلام ده على الاس بي اس اس ونتشيك الحاجتين اللي اتفقنا عليهم اللي هي الريلايبيليتي والفاليديتي. تمام، الريلايبيليتي زي ما قلت لكم هو كرومباخ الفا ده اشهر، في كذا طريقه لكن اشهرهم هي كرومباخ الفا وكل الناس بتستخدمها لان دي الطريقه اللي تم اثباتها من زمان يعني هي افضل طريقه لقياس الريلايبيليتي بتاعه الكوتشينير. الفاليديتي بتاعه الكوتشينير ليها طريقتين في قياسها. الطريقه الاولى الكورليشن، ان انا بحسب زي ما قلت الكورليشن ما بين كل ايتم، ايتم يعني سؤال في الكوتشينير مع الفاريبل اللي السؤال اللي السؤال ده بيقيسه. تمام، اتفقنا كل فاريبل بيقيسه عدد من الاسئله، فابدا احسب الكورليشن ما بين كل سؤال مع الفاريبل ده. تمام، وبعدين الفاريبل الثاني بيقيس شويه اسئله، ابدا اقيس الكورليشن بين كل سؤال مع الفاريبل اللي بيقيسه. لازم يكون الكورليشن سيجنيفيكانت، يعني السيجنيفيكانس ليفل اللي هو بيطلع تحت الكورليشن كوفيشنت ده لازم يبقى لزان ال 5%. تمام، دي الطريقه. الطريقه الثانيه ان احنا ممكن نعمل الفاكتور اناليسيس. فاكتور اناليسيس بمسك الاسئله اللي بتقيس فاريبل معين وبعمل لها فاكتور اناليسيس. الفاكتور اناليسيس ده بيحسب لي حاجتين، حاجه بنسميها الاي في اي اللي هو الافريج فاريانس اكستراكتد. تمام، ده المفروض يطلع اكتر من 0.5، وبيحسب لي حاجه اسمها الفاكتور لودنج. ده الموضوع اللي انا هتكلم اللي انا فاتحه بقى دلوقتي عندنا اهو، ده اللي هو موضوع الفاكتور اناليسيس ده اللي هبدا اشرحه بعد شويه يعني. تمام، بيحسب لي زي ما قلت حاجتين بتدور عليهم، الاي في اي اللي هو الافريج فاريانس اكستراكتد. تمام، المفروض يزيد عن 50% يعني 0.5، وبيحسب حاجه اسمها فاكتور لودنج، المفروض الفاكتور لودنج يزيد عن 3/10. بعض الكتب قالت 4/10، بعض 3، دايما اشتغل على المينيمم عشان تبقى ايه الدنيا ماشيه. اوكي، ودايما نشوف بقى مرجع قال يعني يعني اما اشتغل على البوينت 3 مثلا يبقى لازم احط مرجع قال البوينت 3، لو انت اشتغلت على البوينت 4 تحط مرجع قال البوينت 4. فدايما الناس كلها شغاله بهذا ايه بهذا الاسلوب. فهم في الفاكتور اناليسيس انا بدور على الرقمين دول، الاي في اي والفاكتور لودنج. زي ما قلت الاي في اي لازم يبقى رقم اعلى من 0.5، و اعلى من 0.5 معناها ان الفكره ايه؟ انا عندي خمس اسئله بيقيسوا فاريبل معين. تمام؟ فلازم الخمس اسئله دول يفسروا اكتر من 50% من التشينج اللي بيحصل في الفاريبل عشان اقدر اعتمد واقول ان هم دول بيقيسوا الفاريبل ده. فعشان كده لازم الاي في اي اللي هو الافريج فاريانس اكستراكتد من الايه؟ من الايتمز، لازم يزيد عن 50%. والفاكتور لودنج ده بالظبط زي الكورليشن كوفيشن، هو كورليشن ما بين الايتم مع الفاريبل اللي بيقيسه، فلازم يبقى اكتر من البوينت 3، لازم يبقى اعلى من البوينت 3. واللي قالوا اعلى من البوينت 3 عشان فاكرين لما قلت لكم الكورليشن لو كانت القيمه اكتر من البوينت 5 بيبقى سترونج، اقل بيبقى ويك، بيساوي 0.5 يبقى مودريت. بعض الكتب حاطه تقسيمه ثانيه، اقل من البوينت 3 يبقى ويك، من بوينت 3 لغايه البوينت 7 بنعتبره مودريت، اكتر من البوينت 7 بنعتبره سترونج. فهم لما يقولوا ان الفاكتور لودنج يزيد عن البوينت 3 يعني لازم يبقى فيه على الاقل مودريت كورليشن ما بين الايتم وما بين الفاريبل اللي هو بيقيسه. دي الفكره بتاعه الكلام ده. فهمنا كده احنا ده موضوعنا اللي احنا هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله طول اليوم، الفاكتور اناليسيس تمام والكورليشن والريلايبيليتي اناليسيس. دول التو شابترز اللي هم فاضلين لنا في الحاجات اللي انا ايه حاططها. ماشي يا جماعه، حد عنده اي استفسار قبل ما ابدا؟ دلوقتي الفكره بقى بتاعه الفاكتور اناليسيس، هو الغرض الاساسي من الفاكتور اناليسيس بين الكلام ولا مش عارف الصوره بهتانه شويه ولا كويس؟ شايفين كويس كده؟ الصوره الارقام مش مهم الارقام، انت هتشوف على الجهاز لما هتشتغل. تمام؟ طيب هو الغرض الرئيسي يا جماعه من الفاكتور اناليسيس ان انا بعمل سمبليفيكيشنز لل انت الكوتشينير دلوقتي زي ما اتفقنا عباره عن 20 30 سؤال. انا في الاخر بال 20 30 سؤال دول بعمل لهم سمبليفيكيشن في 5 6 فاريبل. مش انت وانت بتعمل ديزاين كوتشينير اتفقنا ان كل مجموعه اسئله بتقيس فاريبل معين، ساعات بنسميه فاريبل، بنسميه فاكتور، بنسميه دايمنشن، بنسميه كونستراكت، كل دول نفس المعاني.
فالفاريبل هو الدايمنشن او الكونستراكت هو الفاكتور. واللي بيقيسهم اسئله، الاسئله دي ساعات بنسميها ايتمز، يعني اقول لك كويشنز او اقول لك ايتمز بقى انت فاهم الاثنين نفس الايه نفس المعنى. يعني كل سؤال في الكوشنير اللي معاك ده عباره عن ايتم او كويشن. كل مجموعه اسئله بيقيسوا فاريبل او فاكتور او كونستراكت او دايمنشن، كل دول نفس الايه نفس المعنى. فانت دلوقتي ال 20 سؤال دول او ال 30 سؤال انا في الاخر هختصرهم في خمسه كونستراكت بيقيسهم، تمام؟ او سته او سبعه. دايما في الفاكتور اناليسيز في نوعين من الفاكتور اناليسيز، حاجه بنسميه كونفيرماتوري فاكتور اناليسيز وحاجه بنسميها اكسبلوراتوري فاكتور اناليسيز. الفرق بين الاثنين ايه؟ انت دلوقتي لو انت الكوتشينير ده انت اصلا جايبه ان ناس عملته قبل كده وطبقته في دراسات قبل كده فانت واخده جاهز، يعني الدايمنشنز او الفاريبلز خلاص معروفه بالاسئله اللي بتقيسها. يبقى انت في هذه الحاله اما تيجي تعمل فاكتور اس تعمل ايه؟ كونفورماتوري فاكتور اس عشان تاكد ان اللي هم عملوه ده ماشي معاك، بيتطابق مع البيئه بتاعتك مع الدوله اللي انت بتشتغل فيها والكلام ده. يبقى ده كونفورماتوري، جاي من كونفيرم، كونفيرم يعني اتاكد او تاكد على الحاجه ان هي صح. الاكسبلوراتوري فاكتور اناليسيز ده لو انت بقى انت اللي مخترع الايه؟ الدايمنشنز دي، انت اللي مخترع الاسئله اللي بتقيس الفاريبلز دي، فلازم في الاول اعملها اكسبلور عشان اطلع الاسئله. ما انت عملت 50 سؤال، طب ال 50 سؤال دول هقسمهم في الاخر لكام فاريبل؟ 10 فاريبل ولا 6 ولا 7؟ لازم تعمل اكسبلور عشان تكتشف عدد الفاريبلز اللي الاسئله دي بتقيسها. فعشان كده لازم نعمل اكسبلوراتوري فاكتور ايه؟ فاكتور اناليسيز، تمام؟ الاثنين نفس بقى الفكره، بيحسب الاي في اي وبيحسب الفاكتور لودنج، الكلام اللي احنا قلناه قبل. اوكي؟ سواء كان هو كونفيرماتوري او اكسبلوراتوري فاكتور اناليسيز يعني. اذا انا هنا الفكره بقى بتاعت الفاكتور اناليسيز زي ما قلت ان انا هسمرايز بقى 26 سؤال دول في الاخر هخليهم خمسه فاريبلز او سته فاريبلز. طب الخمسه فاريبلز او السته فاريبلز دول بيبدا حتى لو انت مش عارف انهي سؤال بيقيس انهي فاريبل. احنا بندخله كله على بعضه سايحين كده على بعضهم. وابدا اقول له قسمهم لي الخمسه فاريبلز. هيبدا يحسب لك ايه بقى؟ هيبدا يلم ان دايما ايه؟ الاسئله اللي بتقيس فاريبل معين المفروض يبقى هايلي كورليتد. والاسئله اللي بتقيس فاكتور وفاكتور تاني لازم يبقى ايه؟ ليس كورليتد. فاهمين الفكره؟ يعني افرض انا عندي 20 سؤال. ال 20 سؤال دول هيتقسموا الى تو فاريبلز. نفترض كل فاريبل فيه 10 اسئله للتقسيم. فال 10 اسئله اللي بيقيسوا الفاريبل الاولاني دول لازم يبقوا هايلي كورليتد، كورليشن بينهم عالي. وال 10 اسئله اللي بيقيسوا الفاريبل الثاني برضه لازم يبقوا هايلي كورليتد، كورليشن بينهم عالي. لكن ال 10 دول مع ال 10 دول لازم يبقوا ليس ايه؟ ليس كورليتد، تمام؟ هو بقى بيبدا يفصل لك الكلام ده بحيث في الاخر يجمع لك الخمس اسئله دول بيقيسوا فاريبل، وال 10 دول بيقيسوا فاريبل، والسبعه دول بيقيسوا فاريبل. وساعات بقى يبقى في زي ايه؟ بنسميها كروس لودنج، يعني بقى سؤال محمل على تو فاريبلز. فازاي بقى بنفك الكروس لودنج ده؟ كل ده هنتكلم عنه في الشابتر ده بالتفصيل. هو شابتر طويل شويه لكن هو مفيد في القصص اللي احنا بنتكلم عنها. مش هتفرق بقى الدايركشن، مش هتفرق يعني. انا مش ببص على الاشاره. الاشاره بتقول الدايركشن ماشي ازاي، لكن القيمه بقى بتاعت الكورليشن هي دي بقى ايه اللي تهمني. فاللي هم الحاجات اللي هي بتبقى في نفس السؤال هتلاقيهم دايما ايه؟ هايلي كورليتد. والحاجات اللي في سؤالين في تو فاريبلز مختلفين دايما يبقى ليس ايه؟ ليس كورليتد. هو ده الفكر اللي هو بيشتغل فيه. هنشوف الكلام ده عملي عشان برضه ما يبقاش الايه النظر بيتوه شويه. اوكي؟ فدي الفكره بتاعت الايه؟ الفاكتور اناليسيز. ان انا عندي الاسئله، الاسئله دي في الاخر بحولها الى فاكتورز او كونستراكت بتمثل هذه الايه؟ هذه الاسئله. دايما في الفاكتور اناليسيز حاطط كده assumptions اللي انا قلته من شويه، ان دايما الحاجات اللي بتقيس فاكتور معين لازم تبقى هايلي كورليتد، واللي بيقيسوا تو ديفرنت فاكتورز لازم يبقوا ايه؟ ليس كورليشن. ده هنشوفه طبعا الكلام ده واحنا شغالين اساسا. طيب ايه بقى الستبس اللي انت هتعملها عشان تنفذ الفاكتور اناليسيس؟ احنا عندنا دايما 3 ستبس عشان انفذ الفاكتور اناليسيس ده. اول ستيب الكمبيوتيشن بتاعت الكورليشن ماتريكس لكل الفاريبلز. الفاريبلز هنا نقصد بيها الاسئله يعني، تمام؟
فانا اول حاجه هو اما تيجي تحسب انت الكورليشن اول خطوه بيطلع لك كده كورليشن ماتريكس بين الايتيمز بعضها البعض. دي الكورليشن ماتريكس دي هتفيدني فين؟ هتفيدني اولا هل الداتا دي ينفع اعمل لها فاكتور اناليسيس؟ مش كل الداتا ينفع يتعمل لها فاكتور اناليسيس. فعشان ينفع اعمل فاكتور اناليسيس الاول الماتريكس بتاعت الكورليشن دي لازم يبقى فيها بعض الايتيمز الكورليشن بينهم عالي. الكورليشن بينهم عالي ايه؟ يعني يبقى مودريت، يعني اكتر من البوينت 3 اللي اتفقنا عليه. فانت هيطلع لك الاول ماتريكس كبيره كده، جدول كبير، لانه بيفرض انت الكوشنير ده قلنا فيه 26 سؤال، هيجيب لك الكورليشن ما بين ال 26 سؤال مع بعضهم البعض، كل سؤال مع 25 الباقيين، كل سؤال مع نفسه وال 25 الباقيين، وهكذا. يطلع ماتريكس كبيره، جدول كبير، 25 رو في 26 رو في 26 كولم، ده بالنسبه للكوشنير اللي معانا. فانا اول خطوه ببص على شكل الكورليشنز دي، ما ليش دعوه بالسيجنفكنس دلوقتي، انا ببص على قيمه الكورليشن نفسه. في ايتمز كتيره الكورليشنز بينهم اكتر من البوينت 3، يبقى انا في هذه الحاله الداتا دي ينفع يتنفذ عليها الفاكتور اناليسيس. لكن لو انت بصيت على الماتريكس ولقيت كل الكورليشنز اقل من البوينت 3، يبقى الداتا دي غير صالحه لعمل الفاكتور اناليسيس. خلاص، يبقى انت في هذه الحاله لو عايز تقيس الفاليديتي تعملها بالطريقه الثانيه اللي هي الايه؟ الكورليشن اللي اتفقنا عليه. يبقى انا يهمني ايه؟ الكورليشن سيجنفكنت ولا لا؟ يبقى في الكورليشن احنا قلنا عشان تقول الداتا فاليد ولا لا، معناها ان الايتيمز بتقيس الفاريبل ده ولا لا، في طريقتين، الكورليشن اناليسيس والفاكتور اناليسيس. ده غير الريلايبيلتي، الريلايبيلتي ليها كرومباخ الفا اللي اتفقنا عليه. انا دلوقتي بتكلم في الفاليديتي. الفاليديتي في طريقتين لقياس، كلمه فاليديتي يعني الايتيم دي بتقيس فعلا الفاريبل ده. تمام؟ عشان اقول ان هو فاليد. فاحنا عندنا طريقتين، يا اما الفاكتور اناليسيس يا اما الكورليشن اناليسيس. الفاكتور اناليسيس عشان يتنفذ لازم ابص على الكورليشن ماتريكس الاول، ماليش دعوه بالسيجنفكت، انا ببص على قيمه الكورليشن كوفيشن. فاكرين الجدول لما بيطلع بيبقى فيه ثلاث ارقام، الكورليشن كوفيشن والسيجنفكنس ليفل والان اللي هي السامبل سايز بتاعته. فانا في الفاكتور اناليسيس ما ببصش على السيجنفكس خالص، انا ببص على ايه؟ ببص على قيمه الكورليشن. لو في شويه ايتمز اسئله يعني الكورليشنز بينها اعلى من البوينت 3، يبقى هنقول الداتا دي صالحه ان انا انفذ عليها الفاكتور اناليسيس. يبقى دي اول ايه؟ اول حاجه. فهمنا اول ايه؟ اول خطوه. ده كل ده بيطلع اوتوماتيك، انا مجرد وانا بنفذ الفاكتور اناليسيس اوكي هيعمل لك الفاكتور هيعمل لك الكورليشن كوفيشنت، وبيحسب لي كده جدول بتاع تيست بتاع اسمه كي ام او. الكي ام او ده تيست اوف سيجنفكنس عشان برضه ياكد لي ان الداتا صالحه ان انا انفذ عليها الفاكتور اناليسيس. تمام؟ كل ده لازم ابص عليه. وبعد كده ببص بقى على الاوت بوتس بتاعت الفاكتور ايه؟ الفاكتور اناليسيس. خلاص كده؟ طيب تاني خطوه بيحسب بقى الانيشال فاكتورز، يعني الاكستراكشن بتاعت الفاكتورز اللي هي بقى الخمس كونستراكت دول اللي بتقيسهم 26 سؤال دول. دي بنسميها الانيشال ايه؟ اكستراكشن للفاكتورز. هقول لك والله ان ال 26 سؤال دول ممكن نقسمهم الى خمسه كونستراكت، سته كونستراكت زي ما هيطلع لنا. تمام؟ وبعد الخطوه اللي بعدها بقى بنعمل حاجه اسمها روتيشن. الروتيشن ده عشان في الاخر طب اقول انهي سؤال بيقيس انهي فاريبل. هقول لك مثلا والله السؤال الخامس والسادس وال17 وال20 دول بيقيسوا فاريبل معين، والسؤال رقم 7 و8 و19 مش عارف كام بيقيسوا فاريبل معين. انت بتبدا تبص على الايتيمز بقى اللي بيقيسوا الفاريبل ده. لو انت بتعمل اكسبلوراتوري فاكتور اناليسيس اللي هو الاول مره، تبدا تختار اسم للفاريبل اللي يمشي يتماشى مع الايه؟ مع الاسئله دي. لكن لو انت اصلا بتعمل كونفورماتوري فاكتور اناليسيس، يعني الاسئله معروفه وبتقيس ايه، تمام، فالمفروض انك انت تتاكد ان فعلا الاسئله دي كلهم جوه الفاكتور اللي احنا عارفينه من الدراسات اللي صار. تمام؟ فالروتيشن ده هيطلع لي كده جدول ثاني بنسميه الروتيشن ماتريكس، منه بقى هو ده اللي انا هعرف مين بيقيس ايه، انهي سؤال بيقيس انهي فاريبلز. تمام؟ ده الايه؟ دي الخطوه الثالثه. طبعا كل ده بيتم، انت بالنسبه لك انت بيتم في خطوه واحده، يعني انت دوس اوكي كل ده بيطلع، يعني هيطلع لي الكورليشن ماتريكس في الاول، وبيطلع لي جدول كده فيه تيست اوف سيجنفكنس عشان اشوف هل الداتا صالحه ان انا انفذ الفاكتور اناليسيس ولا لا، وبعدين بيطلع لي الانيشال اكستراكشن بتاعت الفاكتورز، وبعدين بيطلع لي الروتيشن ماتريكس اللي احنا منها هي دي اللي انا هحدد منها مين بيقيس ايه. دول الحاجات اللي بتتم في الفاكتورز. فبالنسبه للحسابات بتاعت كورليشن ماتريكس دي، احنا شفنا قبل كده
ازاي بنحسب الكورليشن وعرفنا التفسير بتاع قيمه الكورليشن معناه ايه والكلام ده كله. وهو هنا بيحسب عادي الكورليشن ماتريكس اللي احنا شفناه قبل كده. وزي ما قلت انا كل اللي يهمني القيمه بتاعه الكورليشن. تمام. طبعا لو الاسئله بتاعتك كلها يس ونو كويشنز ما فيهاش ليكارت سكيل دي لها تحليل خاص بنسميه البوليان فاكتور اناليسيس. لكن لو الاسئله زي اللي عندكم دي فيها ليكارت سكيل على خليط كده بنستخدم الفاكتور اناليسيس. يعني فاكتور اناليسيس نوعين، في حاجه اسمها بوليان فاكتور اناليسيس وفي حاجه اسمها فاكتور اناليسيس. البوليان كلمه بوليان فاريبل دي اللي هي 0 1 او 1 2 اللي هو مالهاش غير قيمتين بس. تمام. فدي ليها اناليسيس طريقه في الحسابات مختلفه لكن نفس الخطوات ونفس كل حاجه. لكن لو كانت الفاريبل بتاعتك عاديه بقى زي اللي عندنا دي فدي بنفذ عليها الفاكتور اناليسيس اللي احنا هننفذه النهارده ان شاء الله. فانا المفروض لما ببص على الماتريكس زي ما اتفقنا لازم فيها بعض الايتيمز الكورليشن بينها اعلى من الايه؟ من البوينت 3. نيجي بعد كده للاكستراكشن بتاع الانيشال فاكتور. الاكستراكشن بتاع الانيشال فاكتور يعني بيبدا يقول لك والله 26 سؤال دول بيقيسوا لي 8 فاكتور 7 زي ما يطلع. انا بسيبه في الاول كده هو شايف ان دول هيتقسموا ازاي. تمام؟ بيطلع لك الانيشال ايه؟ الانيشال ماتريكس دي. فعشان يطلع الانيشال ماتريكس ديت في طرق طبعا بتختار الطريقه اللي انت عايز تستخدمها في الاكستراكشن. هو عنده طريقتين. طريقه بتفترض ان الفاكتورز اللي هي الكونستراكت تمام؟ بتبقى اندبندنت يعني الكورليشن بينهم مفيش. وفي بعض الطرق بتفترض ان الفاكتورز اللي انت هتستخرجها دي او الكونستراكت بيبقى في بينهم ايه؟ ريليشنز مع بعضهم البعض. فلازم انت تبقى انت عارف انت هتشتغل بأي طريقه. هل انت مفترض ان الفاكتورز دي ار اندبندنت اوف ايتش اذر؟ طب بتعرفها منين؟ من دراسات سابقه. الناس اللي قبل كده وقاست نفس الموضوع قال والله الفاريبلز دي بيبقوا اندبندنت او ان هم اندبندنت. لو هم اندبندنت بنفذ طريقه معينه في الاكستراكشن بنسميها الاورثوجونال ميثودز يعني. وفي الطريقه الثانيه بيسموها اوبليك، دي لو كانت الايه الفاكتورز اللي انت هتعملها اكستراكشن ما همش مرتبطين ببعض. طيب واحنا بنتكلم في الفاكتور اناليسيس الفاريبلز يقصد بيها الاسئله. ماشي يا جماعه؟ الفاكتورز هي الكونستراكت اللي هي كل خمس ست اسئله بيقيسوا كونستراكت، هي دي اسمها فاكتور. ده بلغه الفاكتور اناليسيس. لو انا بتكلم بره الفاكتور اناليسيس كلمه فاريبل هي فاكتور هي كونستراكت هي دايمنشن. خلاص؟ لكن واحنا في موضوع الفاكتور اناليسيس دايما بيسموا الاسئله فاريبل او ايتم او كويشنز. تمام؟ الفاكتور نقصد بيه الكونستراكت او الدايمنشن اللي مجموعه الاسئله دي بتقيسه. بالظبط كده. يعني في خمس مثلا ايه يعني مثلا انا في حد شغال معاه بيتكلم في السيرفيس كواليتي والكلام ده كله. فانت السيرفيس كواليتي ليها دايمنشنز، الكواليتي نفسها ليها دايمنشنز بتقيس. الدايمنشنز دي مثلا على سبيل المثال طبعا مش بتاع حاجات كده لكن ممكن اطلعها لكم، عندي الكوتشنيرز والحاجات دي موجوده. فالسيرفيس كواليتي بيسوى بحوالي 7 دايمنشنز موجودين يعني في الليترشر. ايوه ايه الحاجات اللي هي زي كده. فدي دي اسمها كونستراكت او اسمها فاكتور او اسمها دايمنشنز. خلاص كده دول. طيب كل واحده من دول بتقيسها اسئله. فالاسئله دي هنا بقى بنسميها فاريبلز. يعني هنا واحنا بنتكلم في الفاكتور اناليسيس الاسئله هي الفاريبلز. تمام. والفاكتور هو الكونستراكت او الدايمنشن، يعني الحاجه الليفل الاعلى. يعني كل كونستراكت او فاكتور بيتكون من عدد من الفاريبلز. دي اللي الفرق بين فاكتور وفاريبل. فهمتيها كده؟ فبعد ما بيحدد لي الميثود اختار الطريقه اللي انا هعمل بيها الاكستراكشن ده بيطلع لي الانيشال نمبر اوف فاكتورز. هو شايف ال 26 سؤال دول بيقيسوا 10 فاكتورز. لكن ده الانيشال اللي هيطلع. فبعد كده بعد ما بشوف الانيشال انا طبعا المفروض ان انا الكلام ده بعمله بعد قراءات وفتره طويله من الريسيرش وكلام من ده. انا عارف الناس كلها قالوا ان هم 7 بس مش 10 زي ما هم طلعوا. باجي بعمل رن مره ثانيه ليه؟ بيطلع لي حتى في رسمه كده اسمها سكرين بلوت ببص عليها. السكرين بلوت دي بتحدد لي افضل عدد ممكن من الفاكتورز كام. ببص عليها وارجع اعمل ري رن مره ثانيه للفاكتور اناليسيس
ان انا بقول له بقى اعملهم لي خمسه او سبعه، بشترط عليه عدد معين من الفاكتور الصلاه، بيرجع يعيد يعمل رن مره ثانيه ويوزع لك الاسئله، بدل ما هيقسمهم على 10 فاكتورز لا هيقسمهم لي على سبعه بس او سته بس حسب ما انا بطلب له العدد. تمام؟ ده ايه؟ بحدد له النمبر اوف ايه اوف فاكتورز عشان هيشتغل عليه، وبيعيد لي الحسابات كلها من جديد. الكلام ده بيتم ايه؟ يعني مش من اول تكه زرار هتطلع بالتقسيمه، لا ده انا بعمل كذا سيناريو لغايه ما في الاخر هوصل للتقسيمه المظبوطه اللي هي فعلا اقول عليها هي دي الفاليد. تمام؟ فانا بحدد له عدد الايه؟ الفاكتورز، وهنشوف طبعا كل الكلام ده باكزامبلز على الاس بي اس اس بتتم ازاي. الميثود اوف اكستراكشن اللي هي احنا قلنا عشان اعمل الانيشال اكستراكشن ده هو بينفذ بطريقتين، طريقه بنسميها البرنسبل كومبوننت اناليسيس وطريقه بيسموها الكومن فاكتور اناليسيس. الطريقه اللي هي الكومن يوز دايما اللي هي البرنسبل كومبوننت اناليسيس دي دايما، يعني انت في الاس بي اس اس لما اخش جوه الفاكتور اناليسيس بخش عشان اعمل فيه حاجه بدوس عليها اكستراكشن، فيها كذا طريقه، اشهر طريقتين بيستخدموا هي البرنسبل كومبوننت والكومن فاكتور اناليسيس، هم دول الطريقتين اللي دايما بيستخدموا. الطريقه الاولانيه هي الاشهر استخداما وهي الاكثر استخداما، يعني دايما بيستخدموها، هي الطريقه الايه؟ الاولانيه اللي هي البرنسبل كومبوننت اناليسيس اللي هي بيسموها البي سي اي. تمام؟ طيب حددنا احنا الايه؟ الطريقه، بتختار له الطريقه اللي انت هتستخدمها. نيجي بعد كده انا هستخدم هل البرنسبل كومبوننت ولا الكومن فاكتور اناليسيس؟ بيقول لك امتى تستخدم دي وامتى تستخدم دي. لو انت الغرض من الفاكتور اناليسيس، وده عاده بيبقى هو الغرض كده، ان انا اريديوس الداتا. يعني ايه اريديوس الداتا؟ بدل ما الكوتشينير فيه 30 سؤال انا عايز اخليهم في الاخر يبقوا 5 فاكتور بدل ال 30 سؤال، لان الاناليسيس مش بيتم على الاسئله يا جماعه، الاناليسيس بيتم في الاخر على الايه؟ فاكتورز اللي انت هتعمل لها اكستراكشن دي. تمام؟ زي ما قلنا الدايمنشنز بتاعت الكواليتي اللي هم السبعه دول، هم دول اللي انت هتجيب بينهم العلاقات والريجريشن والكورليشنز اللي هتعمل بيهم الاستاتيكال اناليسيس بعد كده. فلو كان هو ده الغرض، وعاده بيبقى هو ده الغرض من ان انا استخدم الفاكتور اناليسيس، ان انا عايز اقسم ال 26 سؤال دول على عدد من الفاكتورز او الكونستراكتس اللي بتمثلهم. فانت في هذه الحاله لازم تستخدم مين؟ لازم تستخدم البرنسبل كومبوننت ايه؟ اناليسيس. خلاص؟ وده دايما الغرض. لكن لو كان الغرض بقى ان اللي هو لو انت بتستخدم اكسبلوراتري بقى فاكتور اناليسيس، والغرض ان انا اول مره حد يعمل الكلام ده وعايز اطلع فاكتورز ليها مينينج فيزيكال مينينج يعني، يبقى انا بستخدم الكومن فاكتور اناليسيس اللي هي الطريقه الايه؟ الطريقه الثانيه. فيبقى حسب الايه؟ الغرضين. يبقى لو انا عايز مجرد بس اسئله وعايز اوزعها على عدد من الفاكتورز، يبقى انا بستخدم البرنسبل كومبوننت اناليسيس. ده بنسميه ان احنا عايزين نعمل ريديوس للداتا، بدل ما هم 30 سؤال واتعامل مع 30 سؤال، لا انا في الاخر 30 سؤال دول هقسمهم الى 5 فاكتور واتعامل مع ال 5 فاكتور. اجيب بقى بينهم كورليشن وريجريشن، والتستات كلها دايما بتتم على الفاكتورز وليست على الاسئله. يعني ما فيش استاتيك اناليسيس بيتم على الاسئله خالص يا جماعه. دايما بيتم على فاريبلز او فاكتور، يعني باللغه بتاعت الايه؟ الفاكتور اناليسيس. فلو انت اول مره هتعمل الكلام ده وانت بقى عايز تكريت الفاكتورز اللي محدش اتكلم فيها قبل كده، يبقى انا بستخدم الطريقه الثانيه اللي هي الكومن فاكتور اناليسيس. اوكي؟ معلش يعني هو يعني ايه كريت؟ يعني انت اول اللي هو الاكسبلوراتوري فاكتور اناليسيس، يعني ما فيش حد عمل عايز اقربها بس، يعني انا دلوقتي في المركز الاول. حلو. عايز اشوف مثلا الساتسفاكشن بتاع العيانين مثلا في الاول بيشنت كلينك. جميل. تمام. انا هحط اسئله، انا من دماغي هحط شويه اسئله. بالظبط كده. لو انت حطيتي من دماغك شويه اسئله مش مبنيه على دراسات سابقه ولا الكلام ده كله خالص، يبقى انا في هذا الحال لما اجي اعمل الكومن فاكتور اناليسيس. ليه؟ ان انا عايز اطلع الفاكتور اللي دي بتقيس كذا وكذا. هيقول لك الاسئله دي بتقيس، مش هقول لك هي بتقيس ايه، بس هيقول لك الخمس ست اسئله دول بيقيسوا فاكتور. انت بقى اللي هتخترع الاسم ليهم. حسب بقى تبدأ يطير الاسئله اللي جوه دي بيقيسوا حاجه معينه. بالظبط كده. تمام؟ فدي بستخدم بقى الكومن فاكتور اناليسيس، ان انا في هذه الحاله ما مش عارف الدايمنشنز ايه ولا كلام من ده، انا لسه مخترع حاجه جديده وعايز بس انا عملت عشان اقيس الساتسفاكشن، عملت كوتشنير فيه 30 سؤال مثلا. لو عايز اقيس مثلا الساتسفاكشن بتاع الدكاتره والايمج بتاعتهم من ناحيه الموظفين مثلا. تمام. مثلا ممكن اعمل حاجه زي كده. طبعا. لكن يفضل دايما تشوفي الدراسات السابقه بتقول الايمج بتقاس ازاي، بتقول الساتسفاكشن بتقاس ازاي، وليها دايمنشن. الافضل تستخدميها وتاخدي نفس الاسئله.
ده يعني مش العكس يعني مثلا انا مثلا اوبر وكيل مثلا انا عايز اقيس الكوست مثلا فانا بعمل انا اللي بحط اسئله بي عشان اقيس الكوست مثلا عايز اقيس السيفتي او الرضا عن السيفتي فانا بحط اسئله تقيس السيفتي مظبوط انا يعني انا مقسم الكاتيجوريز دي او لا ما هو هي بنت الكوشنير ده بناء عليه بدات الثيرا الاول في الليتريتشر ريفيو الموضوع ده بيسموه رايت شير يعني انت لما تعمل سيرش كده على الرايت شير هيبدا يشرح لك الناس اللي عملت دراسات مشابهه او على نفس الطابق ده ايه الفاكتورز اللي هي ريست عليها فهي طلعت من قراءتها ان هي دي الفاكتور اللي بتاثر على انك تستخدم اوبر وكريم لما بتستخدمهمش فجاب ماشي اللي اخترعته خالص تمام مش فيش حد دايما انت تبص على دي بيختار لو بقى حاجه جديده بقى محدش عملها قبل كده انت لازم بقى اللي هتفكر في الاسئله وانت هتفكر في كل القصص دي يعني قصدي حضرتك ان الحاجات دي الاول بنقراها ونعمل عليها سيرش أيوة طلع منها الاسئله اللي طلع منها الفاكتورز والاسئله والكلام ده كله انا كل اللي بعمل ايه اصبط شويه ساعات يقول لك ان الكوتشنير ده ادابتد من فلان وفلان وفلان تمام انا باخد الكوتشنيرز بتاعتهم واصبط بما يتناسب مع البيئه بتاعتي اللي انا بشتغل فيه لكن ايه السورس بتاعي هم اللي عاملين تقسيمه معينه وفاكتورز معينه والكلام ده كله ده دايما كل الدراسات بتتم كده الاول لو انت بقى مفيش بقى افرض مفيش اول مره حد يتكلم في القصه دي يبقى انت في هذه الحاله لازم انت تكرييت يور اون كوتشنز تمام بعدين تبدا تعمل لهم الكومن فاكتور اناليسيس ده عشان الكويشنز تقسمها الى عدد من الفاكتورز تمام لقيت خمس اسئله بيقيسوا فاكتور ابدا ابص على الاسئله طب الخمس اسئله دول شكلهم كده بيقيسوا رضا العميل عن الحاجه الخمس اسئله دول كده من صياغتهم من الكلام اللي هو فيهم دول شكلهم بيقيسوا السيفتي دول شكلهم بيقيسوا مش عارف الكواليتي دول كده ده اللي بيتم لكن ده لو حاجه اول مره لكن لو انا بعمل حاجات وبنقرا في الليتريتشر ريفيو هتلاقي هم الناس قالوا والله ان الساتسفاكشن بيتقاس بدايمنشنز كذا وكذا وكذا والدايمنشن ده دي الاسئله اللي بتقيسه فخلاص انت كده واخد الحاجه جاهزه تمام فهمت ده يعني مثلا لو انا تخيلت ان الكوستري ده اول مره انت اول تمام كده انا وزعته على الناس اهو زي تمام. ما هو كده بالظبط هم بس يعني انا قبل ما اعمله اناليسز قبل ما اخد النتائج انا مقسمه للفاكتور يعني بص عشان ما يعيش مسخة هقول لك بص يا بقى بص بقى مع اللي جنبك ما يعيش وريه كده معك يعني سيبك من الديموغرافي ده خلاص عادية مش حاجة تمام الصفحة الثانية هي مجرد بس ايه بتسأل الأسئلة عشان تخش في الموضوع طيب انا بص على الصفحه الثالثه دي متقسمه كورس سيفنج الكورس سيفنج والاورنس والسيرفيس كواليتي بالظبط كده والفاكتور والسكيورتي والتكنولوجيكال فاكتور هي دي اللي احنا بنسميها فاكتورز او كونستراكت او دايمنشنز خلاص كده؟ طيب الاسئله اللي جواها بنسميها كويتشنز بنسميها ايتمز بنسميها فاريبلز واحنا بنتكلم ده طب هي على اي عرفت منين الكونستراكت من الفراغ بدات تقرا ابحاث اللي عملت قبل كده تمام واحد عمل دراسه مثلا في امريكا وكان واخد الكوست سيفنج والاوائل بس واحد تاني في دراسه تانيه كان واخد الكوست سيفنج ومعاه السيرفيس كواليتي يعني حضرتك عايز تقول ان احنا مش احنا بنالف الكلام ده خالص هنقلق لسه بقى جايلكم في مرحله التاليفه جايه يعني ده مش متالف ده بيتجمع من القراءات ومتجمع هي قريه وبناء على القراءات اللي هي بتقرا فيها لقت ان الدايمنشنز اللي هي عايزه تدور عليه الموضوع بتاعها هم كذا وكذا وكذا لكن مش هتلاقي كل ده في دراسه واحده ده دراسه عملت خدت اثنين دراسه خدت ثلاثه خدت اربعه خمسه انت بتجمع كل ده ومنهم بتحسن تاخد منهم ايه؟ يعني انت عمل اثنين ولا ثلاثه ولا خمسه الاجمالي اللي اتعمل على مستوى كده 19 مش لازم انا اخد 19 كلهم ممكن انا اخد منهم 10 اللي انا شايفهم كباحث ان هم دول يتناسبوا مع البيئه اللي انا بشتغل فيها. طب الاسئله نفسها يقول لك ايه؟ جاهزين برضه حط في السيفنج ده حط خمس اسئله ده حط سبعه ده حط ثمانيه. بقى اللي هي المناسب. انا بنقي منهم المناسب. بس كان على سيرفيس ثانيه وهو غير اسم السيرفيس؟ يعني هو بيقيس كوست سيفنج مثلا في سيرفيس بنفس الشكل. واخدها على رقم؟ ممكن.
قطاع غير القطاع. هتغير اسئله اللي يتناسب بقى مع القطاع. بس هو نفس الفاكتور بس نفس الكلام. احنا كنا فاهمين كده. لا لا انا اقصد هو يعني هو الريفرنس دي بنعمل على النتائج نتائج الكوستيونير. ايوه بعد ما طيب بعد ما انا موزعه اصلا وهو متقسم. عشان هي عشان دي اللي انا هعمله دلوقتي ده اللي انا هعمله هعمل كونفورماتوري فاكتور اناليسيس عشان اتاكد ان فعلا الدايمنشن دي صح بالاسئله دي بتسا صح. لا لو انا متكلفه يبقى انا هوزعه من غير التقسيم من غير ما احط احط بس اسئله بس هتحط ترص ال 20 ورا بعض اللي هو اللي طالع هو يعني الاكسبلوراتوري فاكتور انا باكسبلور الفاكتور لكن هي مش بتكسبلور ده جايبه فاكتور جاهزه عطيها للقراءات بس انا لازم ايه اتشك ان فعلا الكلام ده موجود تمام كونفيرميشن بالظبط تمام كونفيرم ان الكلام ده صح بس بقى ده حد يقول لي عايز على البي ان بالظبط فاهم الفكره ده دي الفكره فاللي احنا هنعمله على الكوتشينير هنعمل كونفيرماتوري فاكتور اس ده تلاقي الكوتشينير قصه يعني حتى لو تخليك كوتشينير شويه اسئله نكتبهم وخلاص لا ده علم انا عندي كتب بتتكلم على ازاي نعمل اناس الكوتشينير كتاب كامل بيتكلم على الكوتشينير بس ابتداء من ازاي تعمل الديزاين تعمل التطبيق والفوكس جروب والكلام ده كله بعد تعمل ديزاين للكوتشينير لا موجود كل التعزيز والدور فبعد كده طب الكوتشينير جبناه ازاي نسال الليبيت الفاليتي ونعمل البايلوت ستادي ونوزع بعد كده ايه الخطوات اللي انسى تعمل بعد كده كل ده موضوع ففهمتوا كده يعني هي مش مخترعه هي الكوست سيفنج ولا خالص دي هي دي من القراءات طلعت ان هي دي الفاكتورز اللي بتقيس الكلام تمام الكوست سيفنج الاويرنس والنولج والسيرفيس كواليتي والسكيورتي والتكنولوجيكال فاكتورز تمام يعني بص اقرا كده المقدمه اللي هي كانت في الاول We are interested in new experience with ride sharing, that is on the city, agent, telephone, child, so called platform, website, or applications. Ride sharing refers to Kaza. It was recently introduced to Alexandria Kaza. We investigate the user perceptions on five main concerns. The cost saving, the awareness, and knowledge, service quality, security, reliability, and technology. وهي قادرة تشتغل في رسالة تشتغل الكلام ده خلاص دي كده الرسالة او تحصل العلم دي تمام هي خلاص هي عجبها فكرة يعني دايما ايه اول خطوة بتختار المين اريا المين اريا مثلا انا هشتغل ماركتنج يعني هشتغل سيرفيس كواليتي فاينانس خلاص طب وين هتشتغل ايه؟ هي هتشتغل في قصة الرايت شير عجبها الموضوع ده تبدا بقى تقرا وتعمل ريست من الدراسات السابقه ان هي دي الفاكتورز اللي بتقيس البرسبشن بتاع اليوزرز تمام؟ ادراكك بموضوع كريم واوبر ده مبني على ايه؟ مبني على الحاجات دي تمام؟ فهي الحاجات دي جايباها جاهزه مش من عندك تمام؟ هي كل ده بس هل كل دول لقيتهم هي في دراسه واحده عاملاها كده؟ لا طبعا في دراسه اتكلمت على حاجتين بس في دراسه اتكلمت على ثلاثه في جاب اتكلمت على اربعه تمام؟ انت بقى منهم بتنقي الدايمنشن اللي انت شايف انها مناسبه للبيئه القطاع المكان اللي نفس الدراسه اتعملت مثلا في بلد ثانيه مش عندنا بالظبط تمام ده اللي بيتم ده اللي بيتم في المراحل الاولى لغايه ما هي درست على الدايمنشنز طب الدايمنشنز دي هم حطوا لها اسئله تمام يعني عاملين كوشنيرز قبل كده بتقيس البوست سيفنج بالاسئله زي كده انت كل اللي عليك هتعمل ايه؟ انك انت هتظبط الاسئله اللي بتتناسب معاك لكن هم ايه؟ الاسئله تمام؟ يعني برضه هي مش مألفه للأسئلة هي مظبطاها أو معدلاها عشان كده دايما إيه لما بيجوا في الرسالة بتوع الكوتشينير يقول لك إن الكوتشينير ده أدابتد ماشي فلان وفلان 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 تمام؟ يعني أنت جبت الحاجات دي وأنت ظبطت وعدلت فيها يبقى أنت خدت حاجة إيه جاهزة مش بتعملها لأول مرة مش لسه أنت بتكتشف إن اللي بيقيس الكلام ده هي البوست سيفنج والريلابيلتي والتكنولوجي والكلام ده كله ده أنت عارف مسبقاً إن هم دول اللي بيقيسوا ده تمام؟ عشان كده بنيجي نعمل فاكتور اناليسيس بنعمل ايه؟ بنعمل ما يسمى بـ confirmatory factor analysis. يعني بأكد ان الناس قالوا ماشي معانا في الخدمات. ما فيهوش اختلافات بس قال لي في القصه. لكن لو انا لسه ما فيش حد اتكلم في الكلام ده خالص قعدنا ودور على النت والجورنالز ما لقيناش حد جاب سيرتي ولا يعرفوه لسه حاجه جديده.
زي اللي اول مره عمل الكلام ده. مش حد عمل هو بيعمل ايه؟ هو بيبدا بقى يقعد يفكر في اسئله. تمام؟ يعني يقعد يفكر في اسئله، يقعد ده يعمل فوكس جروب وانترفيوز عشان ياخد افكار الناس والكلام ده كله، ويبدا يحطها في كوتشين. في هذه الحاله مش هيبقى عندي بقى التايتلز اللي هي مكتوبه في نص التايتل، مش عارف. ابدا انا بقى اسال الاكسبلوراتوري فاكتور اسيت عشان اشوف طب هم ال 30 سؤال ولا 26 سؤال دول بيتقسموا كام فاكتور؟ طلع لي 6 فاكتورز. طب الستة دول مثلا الفاكتور الاولاني فيه 4 اسئله، الفاكتور الثاني فيه 7، تبدا تمسك الاسئله اللي جوه كل فاكتور وتشوف هتتكلم عن بالظبط وتحط لها اسم، وتحط لها اسم ايه مناسب. ساعات بيبقى فيه كروس لودنج. يعني يعني ايه كروس لودنج؟ يعني يطلع لك اقول لك في الجداول لما تطلع يطلع لك ان السؤال ده عامل لودنج في 2 فاكتورز. تمام؟ طب انا في هذه الحلقه اعمل ايه؟ في ثلاث طرق علاج لو قلت عليها بعد شويه. منهم مثلا ممكن احذف خالص، اشيل الالف ده خالص، او ان انا ابص للوردنج بتاع السؤال وانا اشوف هو انسب يبقى مع اي واحد فيه. ده اكس، ده بتعمل انت هنا اكسبلور، اكسبلور اللي انت مش عارفه. فهمت الفكره؟ فده حاجه وده حاجه، لكن الاثنين بيتعاملوا بنفس الطريقه وفي نفس المكان بطريقه سهله، يعني مش صعبه. تمام؟ في كويستشنير ممكن تعمل يعني ضغط اجمع من المايك يعني ايه؟ يعني في ناس تضغط بالموتوري ممكن. يعني افرض انا عادي هم الخمسه دايمنشنز دول وانت ضايف مجموعه اسئله جديده انت شايف ان هي برضه ليها تاثير. تمام؟ فانت في هذه الحاله الاسئله الجديده دي هتبدا تشوفها تعمل لها فاكتور اناليسيس عشان تحدد هي بتقيس كام فاكتور وتختار اسامي مناسبه للاسئله دي. تمام. يعني دايما الريسيرش انسترومنت بتاعت الكوانتيتيف اناليسيز هي الكوشنير، والانسترومنت بتاعت الكواليتيف اناليسيز هي الفوكس جروب والانترفيو. تمام؟ انا مش هتعمل فوكس جروب او انترفيو بعدين على الكوشنير. ما انا قلت في الاول مش عارف انت كنت جيت ولا لا. ان فكره الانترفيو والفوكس جروب احنا عندنا ليهم غرضين. الغرض الاولاني ان انا بعملهم عشان يساعدوني في الديزاين بتاع الكوتشنير، ان ممكن يطلعوا لك افكار جديده، يطلعوا لك فاكتورز جديده ما كانتش مش موجوده من ضمن الخمسه اللي الناس قالتهم دول. الخمسه دول اتبنوا على دول ثانيه، طب انت هنا الناس شايفه في اعتبارات اخرى غير الخمسه دول. فدي بالظبط، فدي هتظهر لك من الانترفيو في الاوليه والفوكس جروب. ابدا اضيف، ابدا ايه؟ ابدا اضيفها. تمام؟ حط كده لسه اسئله من غير اسم، من غير تايتل. تمام؟ دي الطريقه الاولى اللي بستخدم بيها الكوتشنير الفوكس جروب والانترفيو عشان تجنريت الكوتشنير وخلاص بيبقى دورهم كده بالنسبه لي مش اكتر. في دور ثاني للانترفيو والفوكس جروب ان انا بعمل عليهم بقى كواليتيتيف اناليسيس. تمام؟ نعمل عليهم كواليتيتيف اناليسيس. وبعض الدراسات بتعمل الاثنين، بتعمل كوانتيتيف وكواليتيتيف عشان يحققوا حاجه كده بيسموها تريانجوليشن. التريانجوليشن ده ان انا بعمل بجمع الداتا من اكتر من سورس واعمل اناليسيز واقارن وكلام من ده. وبعض الناس بتعمل كده، ده اللي هي بنسميها الميكسد ابروتش. احنا عندنا الابروتشز في ريسيرش ثلاث انواع، يا اما كواليتيتيف يا اما كوانتيتيف يا اما ميكسد. الميكسد هو ده عشان نعمل اللي هي حته التريانجوليشن. لكن لو انت عملت انترفيو وفوكس جروب بغرض ديزاين الكوتشنير فانت شغال كوانتيتيف اناليسيس فقط لا غير، مش كواليتيتيف، عشان برضه الناس ساعات بيبقوا فاهمين غلط. انت طالما عمل كوتشنير يبقى هو شغال كواليتيتيف. لا، انت شغال، انت عملت الكوتشنير والفوكس جروب عشان تساعدك في الديزاين بتاع الكوتشنير، واللي هيتعمل له اناليسيس في الاخر هو الكوتشنير وليست الفوكس جروب، ولا يبقى انت شغال ايه؟ كوانتيتيف ابروتش. لكن لو انا هعمل بقى اناليسيس للكوتشنير واعمل اناليسيس للانترفيو الفوكس جروب بالسوفت وير اللي قلت لكم عليه اللي هو الان فيفو ده، تمام؟ يبقى انت هنا عملت ايه؟ كوانتيتيف اناليسيس وكواليتيتيف اناليسيس عشان تحقق حته الايه والمقارنه بينهم عشان احقق الترانجليشن اللي بيسموه. فهمنا كده الفكره؟ هو الموضوع معلش مرتبط شويه بكورس ثاني اللي هو ريسيرش ميثودولوجي، يعني الموضوع مبني شويه على الريسيرش ميثودولوجي. طيب تعالى دلوقتي عشان احنا عندنا 30 40 سؤال،
عشان ال 30 40 سؤال دول بيقيسوا 3 فاكتورز ولا 4 ولا 5 ولا 6؟ يعني انسب عدد فاكتورز مناسب للاسئله دي ايه؟ في عندنا طريقتين هو برضو بيحسبهم. بيحسب لك حاجه اسمها الايجن فاليو، تمام؟ الايجن فاليو لو القيمه بتاعتها هو بيحسب لك كده ايه، لو كانوا فاكتور واحد الايجن فاليو كام، لو اثنين الايجن فاليو كام، ثلاثه الايجن فاليو كام، لغايه افرض انا عندي 40 سؤال بالظبط، اقصى عدد الفاكتورز كام لل 40 سؤال؟ 40 فاكتور، ان كل سؤال بيقيس فاكتور. فهمنا كده؟ ده اقصى عدد. فهو هيقعد يحسب لك من 1 لغايه 40 ويحسب لك الايجن فاليوز. انت هتشوف الايجن فاليوز ايه؟ هتلاقي عباره عن ارقام عاليه بتقل بتقل، هتمشي معاها لغايه ما تبدا تقل عن الواحد. بعد ما تقل عن الواحد يبقى هو ده عدد الفاكتورز المناسب وفقا للايجن فاليوز. فهمنا؟ يعني هو هيعمل لي كده جدول كبير في الفاكتور 1 2 3 لغايه 40. لو انت عندك 40 سؤال، لو هم 20 سؤال هيعمل لك من واحد، لان اقصى حاجه ان السؤال الواحد يمثل فاكتور واحد. يعني كان مثلا الكوست سيفنج بيسب سؤال واحد، وده بس كل حاجه بتقيس فاكتور. فيبدا يحسب لك الايجن فاليوز، لو كان 1 فاكتور بكام، 2 فاكتور بكام، 3 فاكتور بكام. هتلاقي الايجن فاليوز عماله بتقل 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 بتقل، تمام؟ اول ما نوصل نقل عن الواحد يبقى هو ده ايه، انسب عدد للفاكتورز اللي انت هتستخدمها. فهمنا كده؟ الطريقه الثانيه، رسمه ثانيه بيسموها سكري بلوت. السكري بلوت هتلاقي كيرف عامل كده زي منحنى الطلب اللي هو الديماند كيرف. هتلاقي الكيرف ده بينزل جامد جامد جامد، بعدين يبدا يمشي بطيء عند النقطه اللي هي بنسميها الريفليكشن بوينت. دي هي دي بالنسبه لي الايه، اهي هوريكم الرسمه. نرجع كده ورا عشان ايه متخيلين الشكل هيبقى عامل ازاي. اهي بص كده، النقطة اللي عند السهم دي بنسميها الريفليكشن بوينت، ان بعدها يبدا الايه الكيرف يمشي ببطء شوية، تمام؟ يبقى هنا بالنسبة لي في حالة انسب عدد من الفاكتورز كام؟ 3. انسب عدد من الفاكتورز 3. بص هوريك واحدة تانية في عدد فاكتورز أكتر. أهي بص كده الهبوط نازل جامد جامد، بعد كده بدأ إيه؟ بدأ يمشي ببطء. يبقى هنا دي بنسميها ريفليكشن بوينت. يبقى انسب عدد من الفاكتورز، هم دول كانوا كام سؤال؟ 25 سؤال. 25 سؤال. انسب عدد فاكتورز ينسبه 4. ان ال 25 سؤال دول يتقسموا على 4 فاكتورز. مش طبعا لازم كل فاكتور يبقى فيه نفس عدد الاسئله، ممكن يبقى فاكتور فيه سؤالين، فاكتور فيه 10، ما تفرقش. المهم ان هم كام فاكتور؟ 4. يعني 4 كونستراكت، 4 فاكتور، 4 دايمنشنز، الاربع مسميات اللي بنتكلم عليهم واحد. ودول 25 سؤال، او ممكن تسميهم 25 فاريبل. ماشي كده؟ فهمنا كده فكره السكريبت بلوت؟ اه بص الايجن فاليو زي ما عشان نشوف اهو. بص كده. ادي الكومبوننت اللي هو الفاكتور. تمام؟ وادي الايه؟ الايجن فاليوز. بص 5 2 2 2 1 بعد ذلك ايه؟ بعد بوينت كذا. يبقى انا هنسب عدد فاكتورز بالنسبه لي الايجن فاليوز هو كام؟ 7. فهمنا الفكره؟ طب لو على نفس الداتا كده الايجن فاليوز بتقول لك 7، شايفين الارقام ولا مش شايفين؟ تمام؟ يعني ماشي اهي، وبتقل بعد عند الخط الاحمر اللي انا عامله ده 1.19، بدأ بعد كده ايه؟ بقت 0.9 بوينت مش عارف كام، وبتقل لغايه ما نزلت عند البوينت 1، اخر حاجه في الجدول 0.1. يبقى وفقا للايجن فاليوز، تمام؟ انسب حاجه لعدد الفاكتورز بتاعت الاسئله دي هم 7. لكن بالنسبه للسكري بلوت كام؟ 4. يبقى انت في هذه الحاله العدد من كام؟ من 4 الى 7. لا تزود عن 7 ولا تقلل عن 4. فهمنا الفكره؟ ترجع انت بقى كباحث تبص على الاسئله ثاني. الانسب هو 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7. ريسيت خلاص، تيجي انت تعمل ران ثاني تقول له بقى ايه؟ جري لي بقى الكلام ده على 5 فاكتورز. بس يبقى انت ثبتهم على 5، يجي اعملهم لك مقسمهم لخمسه. فهمنا الفكره؟ اما هنشوفها بالارقام يمكن الرؤيه توضح اكتر، النظري ما بقاش ايه واضح، لكن هو لازم شويه نظري نقولهم في الاول عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. كل دي الاوتبوتس اللي بتطلع. فهمنا كده؟
يبقى ده بس مجرد دور الايجن فاليوز والسكريبت بلوت مجرد بس عشان احدد النمبر والفاكتورز ماشي كده. بالنسبه للايجن فاليوز بختار عدد الفاكتورز such that ان قيمه الايجن فاليوز جريتر ذان اور ايكوال 1 اول ما تبدا تقل عن الواحد يبقى ده هو ده ايه ده الاوبتيمال نمبر اوف فاكتورز. فهمنا كده؟ السكريبت بلوت بتبص على الرسم عند الريفليكشن بوينت اللي هي بعدها يبدا الكيرف يمشي ببطء هو ده انسب عدد من الفاكتورز. يبقى انت لا تقلل عن ده يبقى انت عندك رينج اهو تشتغل فيه حسب بقى انت شايف رؤيتك ايه. ما هو الباحث لازم بقى له رؤيه يا جماعه مش كل حاجه عايزها على الجهاز. ما خلي بالك برضو ما انت الموضوع مش بيتم في يوم وليله ده انت قعدت تقرا كتير وشفت ده عمل ايه وده عمل ايه وده عمل ايه بتبقى عايش جوه الموضوع. لما بتعيش جوه الموضوع بتفهمه كويس يعني بتفهمه كويس. يعني مثلا اما يجي الطالب اما بيكتب في شابتر كده في الرساله دايما نسميه الليتريتشر ريفيو. الليتريتشر ريفيو اللي هو بيراجع فيه كل الدراسات السابقه مين عمل ايه ومين سوى ايه والكلام ده كله ومن الليتريتشر ريفيو دي بيطلع الريسيرش جاب. الريسيرش جاب هي دي اللي انت بتعمل فيها موضوع. ما انا مش هعمل الناس عملته قبل كده بالذات في الدكتوراه لازم في حاجه جديده لازم في حاجه لازم في كونتريبيوشن ولازم الطالب يوضحها في الرساله ايه الكونتريبيوشن بتاعه تمام. فالكونتريبيوشن بتاع الطالب ده هو اللي لازم يظهر جابه منين بيقرا تمام ويطلع ريسيرش جاب. ايه الحاجات اللي مثلا ممكن تكون الريسيرش جاب ايه ان يكون مبني على خلافات ان نقطه معينه فيها خلافات. انا شايف بص وانت بتقول نيجاتيف انا بقى ابدا ابحث في الوقت الحالي في الدوله الفلانيه هي هتبقى ايه دي هي دي ممكن تبقى ريسيرش جاب. ممكن الريسيرش جاب ان الناس دايما اتكلمت على حاجه معينه وفي حاجه ما استغاضوا عنها اهملوها او ما فيهاش دراسات كتيره او ما اتطبقتش في القطاع ده او هي دي ريسيرش جاب. هي دي اللي فك اللي انت بتبني عليها الفكره بتاعه البحث بتاعك. فانت بتعيش مع ال 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 دايما حتى دايما ايه اول شابتر بيبدا فيه في الرساله هو اللي تريش ريفيو على فكره بيبقى شابتر 3 في الرساله مش شابتر 1. اخر شابتر بيتكتب في الرساله هو شابتر 1 اخر يعني لما تخلص الرساله الاولى تروح تكتب الايه الشابتر الاولاني تمام. لكن ده ليه بخليه يبدا بشابتر 3 ده اللي هو التريش ريفيو ان هي دي اللي هتعلمه الموضوع ودي اللي هتعلمه الناس اللي قبل كده عملوا ايه والتكنيكس اللي استخدموها وجمعوا الداتا ازاي وعملوا ايه وسووا ايه كل ده انت بتتعلمه. الليتريتشر ريفيو دايما عشان تعمل الشابتر ده كويس لازم تبقى كريتيكال ريتريتشر ريفيو ما تبقاش ديسكريبتيف. ديسكريبتيف يعني انت عمال تقول لي فلان عمل ايه فلان سوى ايه وخلاص على كده دي اسمها ديسكريبتيف تمام. دي لو عليها درجات يا دوبك تنجح لو انت كل الشابتر ده كله ديسكريبتيف. بس ايه بقى اللي بينقل الشابتر من ان هو يبقى ديسكريبتيف الى انه يبقى كريتيكال ريفيو يعني لازم فيه كريتيكال يعني يبقى انت ليك راي في الكلام اللي الناس بتعمله ده. طب انت في الاول انا دايما اقول للطالب انسى حته الكريتيكال ريفيو خالص اشتغل على انه ديسكريبتيف عادي خالص ولما تخلص الشابتر ابدا اقراه بقى مره واثنين وثلاثه عيش مع الشابتر عشان تفهم الموضوع كويس. هتبدا انت بقى لك ايه وجهه نظر ورؤيه في الكلام اللي الناس عملته تبدا بقى تكتب الكريتيكال ريفيو. مجرد شويه عبارات بسيطه باراجرافات بسيطه بتقلب الشابتر من ديسكريبتيف الى للتشريف. يعني كل اللي هو هيضيفه افرض الشابتر ده اللي هو عامله ديسكريبتيف ده كان 35 صفحه في حدود خمس صفحات هيقلبه لك من ديسكريبتيف الى كريتيكال اناليسيس ان هو يبدا بقى على كل سيكشن يبدا يقول رايه ويسمرايز الكلام ده وينتقد ده ويقول ده ايه وده ايه وهو هيتفق مع مين ويختلف مع مين الخصوص ده كل ده لازم يبقى ظاهر. هو لازم يعيش مع الحاجه فبيفهم الموضوع قوي بيفهم انه بيقعد في الرساله دي مثلا رساله الدكتوراه مينيمم سنه عندنا في الاكاديميه مينيمم لازم تقعد سنه في الرساله. فانت في ناس بقى بتقعد سنتين وثلاثه وما تعدش يعني اوكي فلازم تعيش مع الموضوع عشان تفهم. فعشان كده انت اللي هتفهم الاسئله دي تتصنف بقى هم اربعه احسن ولا خمسه ولا سته زي ما قلت انت بتعيش مع الموضوع وشفت تجارب الناس السابقه عملوا ايه والقصص دي اوكي. يبقى ده بالنسبه لحته الايجن فاليوز والسكريبت بلوت زي ما قلت دورهم عشان بس يحددوا لي اللي ايه النمبر اوف فاكتورز اللي انت هتستخدمها. الايجن فاليوز طبعا ليه حسابات ماثيماتيكال انا ما تفرقش معايا
هتتحسب ازاي، هو اللي هيحسب، انا ماليش دعوه بيها. لكن زي ما قلنا ان الايجن فاليوز جريتر ذان 1 معناه ايه؟ انديكيت ذات مور كومن فاريانس ذان اليونيك فاريانس از اكسبلايند باي ذات فاكتور. يعني ايه بقى يونيك فاريانس والكومن فاريانس؟ انت دلوقتي الجدول اللي كنت جبته لك من شويه بيقول لي الفاكتور ده او السؤال ده بيكسبلين كم في المية من الفاكتور؟ انت الفاكتور عبارة عن 10 اسئلة، طب كل سؤال بيقيس قد ايه؟ بيقيس قد ايه من الفاكتور ده؟ فانا بتني اقف اتني ماشي لغاية ما اقف عند عدد الفاكتورز اللي هي يبدأ الاكسبلينيشن بتاعها يقل. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو هم 25 سؤال وقسمتهم على 4 فاكتورز، يبقى انت في هذه الحاله الاسئله دي بتفسر مثلا 80% من الايه، من الفاكتورز دي. لو زودت عدد الفاكتورز هتلاقي ان الاسئله دي بتفسر ايه 70%، كل ما تزود على الفاكتور هتلاقي الاسئله بتفسر 60% and so on. فانا بقف عن الحته ان يبقى تاثير الفاكتورز اعلى من تاثير الايتم الواحد. ده الثيوريتيكال لوجيك اللي ماشي ورا الموضوع. ما تشغلش بالك بالكلام الفلسفي ده، انت كل اللي يهمك انك انت هتشوف الايجن فاليوز وتقف عن القيمه اللي يبدا بعدها يقل عن الايه، عن الواحد. السكريبت بلوت زي ما قلنا ادي الرسم اهو اللي وريتها لكم من شويه. انا بختار عدد الايتمز عند الريفليكشن بوينت. الريفليكشن بوينت نقصد بيها هي النقطه اللي بتفصل ما بين النزول الشديد اللي موجود في الكيرف وبعد كده ايه يبدا ينزل بايه، ببطء. دي بنسميها ريفليكشن بوينت، وهو ده انسب عدد من الفاكتورز اللي انت ممكن تستخدم. وده الراجل اللي كان عمل الكلام ده كان في سنه 66 اللي اخترع السكريبت بلوت. الروتيشن بقى، يعني احنا اتفقنا ان هو بيطلع لك الاول الانيشال تيبل كده اللي بيقول لك الانيشال فاكتور، بيبدا بعد كده يعمل روتيشن، بيقلب الاكسس شويه ماثماتكس كده بتتعمل عشان في الاخر يقلل على قد ما يقدر حته الكروس لودنج، ان هو يقلل حته ان يبقى سؤال تمام او فاريبل عامل لودنج على تو فاكتورز، فبيعمل لها روتيشن عشان يقلل الايه القصه دي. ده الغرض من حته الايه الروتيشن. والروتيشن بتتم بطريقتين، طريقه بيسموها اورثوجونال وطريقه بيسموها اوبليك. دي برضو انت اللي تختار هتستخدم دي ولا تستخدم دي. بختار الاورثوجونال لو انا عندي معلومات مسبقه ان الفاكتورز ار اندبندنت اوف ايتش اذرز، يعني الكوست سيفنج تمام اندبندنت عن التكنولوجي فاكتورز، اندبندنت عن الكواليتي السيرفيس كواليتي، اندبندنت عن الاويرنس، اندبندنت عن الكوست سيفنج. يعني واضح من الفاكتورز ان هم اندبندنت اوف ايتش اذرز، ما لهمش علاقه ببعض، يعني ما فيش ارتباط ما بين الاثنين. فلو انا هعمل الكوتشينير ده انا مثلا هقول لها تستخدم الطريقه اللي هي الاورثوجونال. ليه؟ لان الفاكتورز اللي انا هكمل لها كريشنز مفيش ما بينهم ببعض ايه؟ كوريشن. اتفضل. نعم؟ روتيشن. روتيشن هو بيعمل ايه؟ دي حاجه ماثماتكس شويه. هو بيعمل ترانسفير للكيرفات للاكس اكسس واي اكسس. عشان في الاخر لو في فاكتور محمل على تو في فاريبل محمل على تو فاكتورز بيخليه يميل لواحد اكتر من الثاني عشان انت ما تبقاش ايه؟ محتار تحطه في مين، بس ادي القصه دي. فبيعمل لها روتيشن. هقول لك دلوقتي لما يطلع هيطلع لك الاثنين، قبل الروتيشن وبعد الروتيشن. هتلاقي ان بعد الروتيشن الدنيا افضل بكتير من قبل الايه؟ الروتيشن. هتلاقي الروتيشن اللي فيها اللي قبل الروتيشن الماتريكس او الجدول اللي قبل الروتيشن هتلاقي فيه كروس لودنج كتير، يعني هتلاقي فاكتورز محمله في كذا حته، فده بيعمل لك كونفيوجن. فهو لما بيعمل لها روتيشن في الاخر بيخليه يرسي على اللي بيمله اكتر، بس ادي القصه كلها. تمام؟ هوريك الكلام ده عملي. فاحنا دايما زي ما قلت الاورثوجونال مبنيه على ان الفاكتورز اللي هم الكوست سيفنج والاويرنس والكلام ده كله ار اندبندنت اوف ايتش اذرز. الطريقه الثانيه اللي هي الاوبليك دي لو كانوا ايه في بينهم كورليشنز، انت عارف ان الكوست سيفنج ليها علاقه بالاويرنس والاويرنس له علاقه من كذا، ده كلام ثيوريتيكال، يبقى انا في هذه الحاله بستخدم الطريقه الايه؟ اللي هي الاوبليك. افضل طريقه بيستخدموها في الاورثوجونال بيسموها فاري ماكس. انت لما تيجي تختار هنختار طريقه اسمها فاري ماكس، اوكي؟ وده هنشوف بعد شويه. تمام؟ الاوبليك زي ما قلنا ان الفاريبلز بتاعتي هيبقوا في بينهم بعض ايه ريليشنز مع بعضهم
البعض. لكن لو هم انا عارف ان هم اندبندنت يبقى انا هستخدم الطريقه الاولانيه اللي هي الفيري ماكس بتاعت الايه الاكسوجن ميسز. طيب بص كده بقول لك ان دايما لما تيجي ترن الفاكتور اس على الاقل بنعمل تران الران الاولانيه اللي انا منها هكتشف افضل عدد من الفاكتورز كام بالايجن فاليوز والستريت بلوت، وبعد كده بعمل ران ثانيه انا ريسيت مثلا ان افضل عدد من الفاكتورز 5، هاجي اعمل ران ثانيه واقول له قسمهم لي بقى 5، بديله كده في مكان كده بقول له 5 فاكتورز، بيجي هو عامل الران مره ثانيه على 5 فاكتورز. عشان كده بقول لك دايما لما بينا نشغل الفاكتور اسيت اتليست بنعمل ايه تو ران. الران الاولانيه مجرد بس عشان منها اكتشف افضل عدد بيمثل الاسئله دي كام فاكتورز تمام من الايجن فاليوز والسكريبت بلوت اللي احنا قلنا عليه. بعد الران الثانيه بخليه بقى يرن مره ثانيه بعدد الفاكتورز اللي انا هديهم. تمام؟ نطبق الكلام ده، الكلام نظري مش واضح، هنطبق كل القصص دي. عشان تفسر بقى التفسير بتاع الفاكتورز دي هو بيحسب لي ايه؟ انت دلوقتي الكوست سيفنج تحتها ادي سؤال اثنين ثلاث اسئله. تمام؟ هيطلع لك رقم ده عباره عن ايه؟ كورليشن يا جماعه عادي، كورليشن ما بين كل ايتم مع الكوست سيفنج دي. تمام؟ مع الفاكتور اللي هي بتقسم. تمام؟ فالكورليشن ده بيسموه هنا في الفاكتور لازم بنسميه فاكتور لودنج، بنسميه دايما فاكتور لودنج. اذا الفاكتور لودنج طالما ان هو كورليشن يبقى لازم يبقى متكامل كام يا جماعه؟ من 0 ل 1 من ماينس 1 الى 1 عشان لو الاشاره بتبين العلاقه عكسيه ولا طرديه. تمام؟ يبقى من ماينس 1 الى 1. عشان اقول ان السؤال ده تمام فعلا بيقيس الفاكتور ده يبقى لازم الفاكتور لودنج بتاعنا يبقى على الاقل كام؟ بعض الناس قالت 0.33 وبعض قال 0.4، فاحنا شغالين على الديفولت الناس معظمها شغال عليه 0.33. تمام؟ يبقى انا عشان اقول ان فعلا ده بيقيس ده يبقى لازم الفاكتور لودنج بتاعي يبقى على الاقل 0.33. خلاص كده؟ طيب فدي برضو ايه هتنفعنا ال 0.33 دي لان بكتبها له بقول له اشتغل لي على ال 0.33 دي بحيث اللي ايه لما يجي هو يعمل التقسيمه لما الاقي السؤال ده مثلا عامل فاكتور لودنج على ده 20% يبقى هيستبعده من الفاكتور ده يبقى هو مش تبع الفاكتور ده يبقى هو هيبدا يلم الاسئله. انت في الاول انت مش مقسمها له كده، انا باجي بنفذ فاكتور اناليسيز انا بديله الاسئله بس ال 26 سؤال بدون عناوين خالص. تمام؟ وابدا ايه؟ هقول له قسمهم لي مثلا احنا هنا ايه عاملاهم ادي 1 2 3 4 5 6 فاكتورز، هقول له قسمهم لي 6 فاكتورز. هيبدا يحسب لك بقى كل سؤال من دول الفاكتور لودنج مع كل الفاكتور لودنج مع كل فاكتور من السته كام؟ خلاص كده؟ وبيستبعد افرض انا مثلا لقيت السؤال ده الفاكتور لودنج مع الفاكتور الاولاني ده نفترض كان مثلا 0.2 يبقى مش هيحطه هنا خلاص؟ لكن هيحط كل الاسئله اللي هيبقى الفاكتور لودنج بتاعته حتى لو مش من ضمن دول كان اكتر من ال 0.33. تمام؟ وترجع انت بقى تبص فيهم زي ما هقول لك بعد شويه بنعمل الكلام ده ازاي. اذا حته ال 0.33 دي مهمه قوي ان انا عشان اقول ان السؤال ده بيقيس الفاكتور ده لازم الفاكتور لودنج ما يقلش عن 0.33. تمام؟ اللي جابوها منين؟ قال لك معنى ال 0.33 يعني معناها ان الفاريبل ده او السؤال ده بيكسبلين على الاقل 10% من الفاكتور. بس ادي معنى الـ الرقم ده جه منين؟ انك انت ال 0.33 دي لما تربحها تدي لك حوالي 10%. تمام؟ 0.33 تايمز 0.33 اللي هي الار سكوير لو تفتكروا الار سكوير بتاعت الريجريشن فاكرين الار سكوير بتاعت الريجريشن؟ الار سكوير لو 10% معناها ايه؟ معناه ان الفاريبلز دي بتكسبلين 10% من التشينج اللي بيحصل في الديبندنت فاريبل اللي هي الواي. فهي نفس الايه؟ نفس الـ الفكره بتاعت الكلام. انت لو ربعت ال 0.33 هتطلع تقريبا واحد صحيح 0.1 10%. طب هو لو سؤال يعني فاريبل والفاكتور لودنج بتاعه مثلا لمجموعه معينه طالع 0.5 مثلا ومجموعه ثانيه 0.6 تمام كلهم الاثنين اكتر من 0.3 هو بيحطها في الاوبن سيرفنج بس ولا لا؟ ما دي بقى اللي بنسميها كروس لودنج هيحطها لك في الاثنين. كل ما هو اعلى من البوينت 3 هيحطها. اصل هو بيطلع بص في الاخر جدول عامل زي كده هيطلع في اسئله مكرره مهمه. اوريها لك هوري لك حاجه بسرعه كده الصلاه خلاص.
دي قبل الروتيشن، ده الكومبوننت ماتريكس اهدي روتيتد، ده بعد الروتيشن. بص كده، هو هنا احنا مقسمين على انهم كام فاكتور؟ ثلاثه. هم كام سؤال؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 هم 9 اسئله. يعني دول عباره عن 9 اسئله، والكومبوننت هي الفاكتور. الكومبوننت هي الايه؟ الفاكتور او الكونستراكت. فهو قسم لي التسع اسئله دول على 3 فاكتورز. فبص كده، الفاكتور الاولاني الاسئله اللي حملت فيه الاول والثاني والثالث. وبص كده طلع الفاكتور لودنج كام؟ اعلى من الايه؟ اعلى من الـ 0.33. كان هنا المفروض في حاجات بس كانت اقل من الـ 0.33 عشان كده ايه؟ ما جابهاش. بص كده الفاكتور الثاني هيبقى فيه الثلاث اسئله دول اهو، ده وده وده، تمام؟ المفروض في حاجات هنا وفي حاجات هنا بس كلها اقل من الـ 0.33 فشل. الاخراني مشترك. تعال بقى بص بقى الاخراني. الاخراني ده يا اما بينتمي للفاكتور الاولاني يا الفاكتور الثالث. الفاكتور لودنج هنا كام؟ 0.45 وهنا 0.48. خلاص كده؟ ده بنسميه كروس لودنج. طب ليه جابهم الاثنين؟ عشان اعلى من الـ 0.33. خلاص كده؟ عشان اعلى من الـ 0.33 فطلع الاثنين. هنا بقى انا بقى كباحث انا اللي هقرر هو تبع مين. عندك اكتر من الطريقه الاولى، يا اما احطه تبع اللي الفاكتور لودنج فيه اعلى، تمام؟ ان انا اهو هحطه مع الفاكتور الثالث اللي هي 0.48. خلاص. الطريقه الثانيه اروح ابص بقى للوردنج بتاع السؤال ده واشوفه هو بينتمي لمين افضل، يبقى مع الاسئله اللي بتقيس الفاكتور الاولاني ولا مع الاسئله اللي بتقيس الفاكتور الايه؟ الثالث. والطريقتين صح. وقتلين انا ايه كاتبهم برضو هنا ازاي دي بنسميها كروس لودنج وازاي الكروس لودنج تحله. اهو دي حته الايه؟ لو ميني سيجنيفيكانت كروس لودنج، تمام؟ اهو يا اما بعمل ري ران الفاكتور اناليسيس، تمام؟ وبقلل عدد الايه؟ الفاكتور. دي طريقه. الطريقه الثانيه باكزامن الوردنج بتاعت الايه؟ الاسئله اللي هو عمل فيها ايه؟ كروس لودنج عشان اشوف هو ايه الافضل. الحاجه الثالثه ممكن اديته خالص، والحاجه الرابعه ان انا اختار الايه؟ الاعلى. ممكن ده خلاص احذف السؤال ده بقى. في سؤال بقى محيرني انا مش عارف هو هنا ولا هنا، اشيله وتريح دماغك. فهمنا الفكره؟ خلاص الصلاه؟ قدامنا دقيقتين كده. نعم؟ هو فاضل قد ايه على الظهر؟ خلاص كده؟